ملة إبراهيم هو إمام لنا، والنبي بالنسبة لنا نحن كذلك إمام أمي، أمي كلنا نتبعه، هو الأصل في كل شيء، الأم يعني الأصل، تمام؟ الحين لما النبي يتكلم في هذا الحديث قال إن أمة أمية، يتكلم أن نحن على الأصل على الأصول ما نزيد. اسمع شو قال، لا نقرأ، عفوا لا نكتب ولا نحسب، ما قال لا نقرأ، لا نكتب ولا نحسب، لأنك أنت لما تجي تحسب وتكتب محتاج قلم، محتاج زيادات، محتاج تكتب ورقة وتعد وتسوي، لا هذه مو شغل الأميين، هذه زيادات، هذه تكلفات. طيب الأميين شو يسوون بأصابعهم؟ في نفس الحديث النبي قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشعر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، غريبة هذه شغلة هكذا وهكذا، لكن لما تفهم كلمة أمية يستقيم لديك المعنى أن هكذا وهكذا، يشير بأصابعه بالأصول، يشير الناس بأصابعه، الأصابع أصول من منك أنت، منك من ذاتك من أمك. في أحاديث أخرى قال الشهر عندنا 30، الشهر عندنا 29، لكن في هذا الحديث بالذات لما ابتدأ بأن أمة أمية يعني على الأصول، وراك كيف الأصول، طلع أصابع، قال لك الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا بأصابع العشرة، عشرة عشرة يعني 30، بعدين كررها، الشعر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، في المرة الثالثة دخل صبع الإبهام صاروا 27، حتى يبين للناس أن نحن نشوف نحسب كذي على الأصول، ما نحسب بالورقة والقلم. إحنا اليوم تطورنا طبعا، صار عندنا تلسكوبات، شو ورقة وقلم، صار عندنا تلسكوبات، صار عندنا مواقع، صار عندنا حسابات لسنوات قدام، مو للشهر الجاي والشهر اللي بعد، السنوات قدام، ورمضان ما شاء الله أعلنوا عنه، عندنا الأخبار نزلت رمضان تاريخ 1/4، ما أدري أنتوا عندكم نزلوا ولا لا، عندنا الفلكيين قالوا خلاص رمضان 1/4، يعني ياريتم حتى حسبوا بالتوقيت القمري بالتوقيت الشمس، وقالوا حدثوا خلاص 1/4 هو رمضان، يعني ما يحتاج تطلع وتتعب نفسك. هذا اللي سوينا احنا الآن، نحث الناس أنهم يطلعون، هذا حق المؤمنين اللي فعلا يهتم في دينه، يبغي يصوم صح، اللي مهتم، اللي مو مهتم خلاص يشوف الناس يسوون، يسوي مثلهم، يكون معه يكون معه، اتبع الناس إلى أحسن وأحسن وإلى أشار وأحسن. المهم فأنا شهد منكم الشهر فليصوم، اللي هو الهلال، لما تشهد الهلال، الهلال اسمه هلال قلنا لأنه يهل يعني يعم الجميع، الكل يرى، يأذن لك بدخول الشهر، اسمه هلال. الهلال بالعربية ما أهل الشيء، يعني لما يهل فلان أهل بصوته، يعني علّى صوته وصارخ، بيّن للناس، كلم أكثر عدد كذا يقدر. أهل لما تهل بتلبية تعلي صوتك، الله ربيك اللهم لبيك لبيك، هذا التهليل. الهلال كذلك في إشهار يخبرك أنك دخلت الشهر، والشهر اسمه شهر لأنه إشهار يعم الجميع، اسمه حتى أو معنى اسمه قريب من معنى اسم هلال. فمن شهد منكم الشهر فليصم، لما تحضر الهلال عليك أنك تصومه، مو لما تسمعها في الأخبار لما يخبرونك، أنت عليك أنك تشهد، أنت عليك أنك تراقب وتشوف، إذا كنت تحرص على دينك أنك تصوم صح، ودك تصوم صح وتحس. وراح إذا بتتابع معنا، يعني إحنا لما كنا على الجهل ونمشي وراء أراء الناس نصوم معهم ونفطر معهم، لما عرفنا الحق خالفناهم، مشينا على الحق، نفسيتنا ارتاحت بشكل ما تتخيلون، ولو أننا نحن مخالفين للناس، الناس كلهم صايمين نحن فاطرين، ويجي العيد الناس كلهم يعيدون ونحن صايمين، النفسية تكون في قمة الراحة. جربوها وشوفوا كيف، هذا دليل عاطفي ما له علاقة بالحق يعني، لكن هذه من الآثار اللي حسيناها بعدين، أنك تحس براحة نفسية جدا سبحان الله. ما عدا يكون الناس يسووا وشو ما سووا، والناس عمرهم ما كانوا على صوم، عمرهم ما اجتمعوا على الحق. الحق ما له علاقة بكثرة الناس وقلة الناس، الحق هذا تبغي خذ، لا تلتفت حولك مين كان معاك مين مش معاك، وطبيعي أنت الوحيد في البيت، أنت بتتبع الحق، لا تظن أن كل أهل البيت راح يتبعون، إلا إذا كانوا مثلك خاضعين للحق ويحبون الحق وودهم يكون دينهم سليم مستقيم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هو تفسيره بالحديث، الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يعطيكم العافية. الله يعافيك أبو غيث، أنت طرحت موضوع الخص عندي بينفجر. طبعا لازم أقول لك
إذا ما أنت مشغول. أول تعليق داني، أنا مو كفو أفتي في الدين، بس اللي يتكلم يمكن شيعي. هذه دائما أعوذ بالله، لأن السيدة عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاة، واجب القضاء للنساء في بعد رمضان. هذا الحديث موجود في مسلم، وهل تكلمت عليه أنا؟ قلت هذا يرويه عبد الرزاق، وعبد الرزاق الصنعاني سيء الحفظ، يرويه عن معمر. معمر قال البخاري عنه، معمر بن الراشد يوم حق البخاري قال عنه ما تكاد تجد حديثا صحيحا يرويه معمر عن غير الزهري. يعني أي شيء يروي عن غير الزهري ضعيف. طيب هذا طيب، وهذا يا أبو غيث اللي هو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع عائشة رضي الله عنه. أرسلني كله في الخاص وبرد عليك بمقال كامل، أنا كل محقق فيه ومجهز، حتى أنا الحين برسل لك المقال في الخاص وأنت بنفسك أرسل لهم ردا عليهم. طيب الله يجزاك خير، ما تقصر. أرسل لك جروب يا أبو غيث. حاضر إن شاء الله. جالك تسلم. ما ادري شو العلاقه بين الواحد لما يصحح. والله شبو ما ادري مزعلهم الموضوع ده لانهم متعودين، فانت فتحت موضوع وكانك عرفت لطمتهم. هو الحديث اللي كان بيقول انا وافت، انا اتوقع انه صحيح، اللي هو ان كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه حتى ياتي شعبان. هذا موجود في سبيل الرشاد بعد. الحديث هذا صحيح، لكن شو عرفكم ان عائشه لما قالت هذا الكلام هي كانت افطرت بسبب الحيض؟ يا أخي قد تكون مسافرة، قد تكون مريضة، الحين بتعيد، ما عادت طول السنة لين ما قرب رمضان الثاني، الحين بتعيد. ليش فهمتوا أنها حيض؟ طلع لي دليل. ليش فهمتوا أنها حيض؟ ما في أي دليل يقول ما فيه حيض. عادي، كل إنسان منا قد يفطر في رمضان بسبب سفر أو مرض وعليه أنه يعيد. عائشة كانت كذلك رضي الله عنها. صدق بس أحيانا فعلا الناس يختلط عليهم بسبب تقسيم أبواب الكتاب، لأن الحديث هذا جاء في باب الحائض تقضي الصيام. صحيح. سبحان الله. بس لو أنك شيعي يا أبو عبد الله كان مضت رضي الله عنها. دائما يتهمون أن شيعي يلطم آخر الليل. الله المستعان. الشيعة اللي يعرف عن الشيعة الحائض عندهم تقضي. أتهم تقول لي أنا شيعي لأني قلت لا تقضي، هذا عكس الشيعة. طيب يا غبي، روح شوف الشيعة شو يسوون. الشيعة عندهم يقضون ترى. مثلكم يعني، مثل أهل السنة والجماعة نفس الشيعة. سبحان الله، ممكن يصير الأمر هذا طبيعي يا أبو غيث، دائما الشخص إن تحدث بالحق يتهم. سبحان الله. هو حاله طيب ابو غيث. والله شوف الاسئله في الموضوع، لانك ما فتحت الموضوع. جاس واتساب، انت ايش دراك تعلم الغيب ان عايشه يعني لها الموضوع لها علاقه بال يعني ايش دراك؟ ايش كيف تبث انه ما هو حيض؟ كيف تبث الدليل على المدعي؟ انت تدعي ان هذا بسبب الحيض، يعني هي بتقضي بسبب الحيض. تفضل جيب الدليل. انا قلت ما اعرف، لكن الذي يقضي هو اللي الله تكلم عنه، وعائشة تعرف القرآن، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بس المريض والمسافر الحائض لا تعتبر، هو عليه أن يثبت أن هذا الحديث أصلا عن الحيض. ما شو الحيض الحديث؟ ما في أي دليل يعني فيه. بس ما في آية، ما في آية في القرآن أبدا، ولا في حديث عن النبي صحيح كذا واضح القضاء. لا ما في ابدا. هو الحديث اللي عن عائشه هو اكثر شيء يفتن الناس، يعني لانه هو الان انت كيف تقنعهم؟ لان حديث عائشه كنا نؤمر وكنا نؤمر، يعني كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. هذا الحديث هو الان المتبع، يعني هو الاساس الاصل في الفتوى، هذه فتوى قضاء الحائض. والله يهديه، الله يهديه، في كتاب سبيل الرشاد حطه في باب الحائض تقضي الصيام. في سبيل الرشاد نفسه حاطه في باب مثلا. لا حاطه في باب الحائض تقضي الصيام. شوف لا يكسر الحديث. مو خلني اقول لكم السالفه. هذا تحقيق انا سويته زمان تقريبا قبل 5 سنوات أو 6 سنوات، تمام، ونشرته على الفيسبوك. قاموا اخذوه الشباب اللي يتبعون الشيخ
محمود في كل شيء يقوله. نحن عندنا ما عندنا مشيخة في الدين ولا عندنا كهنوت، نحب الشيخ محمود نعم ونتعلم منه نعم، لكن إذا أخطأ من قال لك أنا أحب نتبعه على خطأه بعد لا نرده. وقاموا ودوه عند الشيخ محمود يتأكدون من هالكلام، وفي جماعة آخرين ودوه حق الشيخ صلاح الدين أبو عرفة يتأكدون من هالكلام. الشيخ صلاح الدين أبو عرفة نزل فيني مقال وهذا يبي يخرب رؤوسكم، هذا يبي يفسد المسلمين، هذا مدري ايش، وقام يحتج بالاجماع. والمسلمين من منذ نشأوا وهم يقضون الحائض، تقضي الصلاة، تقضي الصيام، كيف يجي ويقول الحين كذا وكذا وكذا؟ والحديث صحيح طالما ليس فيه متهم ولا احد متهم بالكذب ولا مدري كيف. قمت انا رديت عليه قلت له هذا اذا شرطك انه لازم يكون غير متهم بالكذب، ما هو في عبد الرزاق متهم بالكذب، ولعلمك عبد الرزاق شيعي، عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيعي، شيعي محترق، حتى لما تكلموا عنه قالوا شيعي محترق متهم بالكذب، قالوا عنه كذاب، واحد قال عنه أحد الدجالين، واحد آخر قال عنه أخشى أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. هذا عبد الرزاق، أنت شرطك أنه ما يكون في السند واحد كذاب، هذا متهم بالكذب. تفضل، مو بس هذه العلة الحالة، العلة اللي بعدها كذلك معمر بن راشد تكلم فيه البخاري قال حديثه من غير الزهري ضعيفة، لا تكاد تجد فيه صحيحا. أي شيء يروي عن غير الزهري ضعيف، هاي علتين في السند. العلة الثالثة أن المتن نفسه يخالف مثل البخاري، والبخاري أضبط من مسلم بلا شك، وهذه معلومة عند الجميع، وما وقفنا عند هذا الحد. بعد ما نشرت المقال ورديت عليه بعدين انتهى الموضوع. بعدها يمكن شهرين ثلاثة، يعني شباب بعدهم مش مطمنين للمسألة، قاموا ودوا المقال حق واحد اسمه الدكتور خالد الحايك، محدث أنا أراه صراحة حقيقة من المحدثين العلماء في علم الحديث، من العلماء في علم الحديث، اسمه الدكتور خالد الحايك، دكتور من الأردن. قاموا أعطوه المقال، واحد متعمق جدا جدا في الأحاديث، أعطوه المقال وقالوا له رجاء حق في هذا الحديث، خلنا نوقف على نرسالنا على بر نشوف شو السالفة، هل فعلا الحديث ضعيف كما يدعي محسن الغيثي، ولا يفتري علينا، ولا يكذب، ولا شو السالفة؟ الحديث مسلم. قام الرجل وحقق في الأحاديث كلها، مو بس حديث مسلم، الأحاديث كلها اللي في المقال واللي جابها من برا من أطراف الكتب، من كتب البيهقي والدار قطن، البيهقي والدار قطنية جابها وبعد حقق فيها، مع أن حديث البيهقي كانت موجودة أصلا أساسا موجودة في الترمذي والبخاري والمسلم، لكن هذيك تكمل زيادة عليها، لكن نفس السند، المهم هو جابها كزيادة وبيحقق فيها كلها. قام يحقق فيها كلها في بحث طويل سواه. النتيجة إيش؟ كل الأحاديث التي تأمر الحائض بإعادة الصيام ضعيفة. والله يعني أنا ما ساعتها ما أدري عن الشيخ، ما أدري أن أعطوه الشباب المقال حتى يحقق في الأحاديث، قام يحقق فيها. هالكلام متى؟ بعد ما نشرته بشهرين، بعد ما طاح فيني صلاح الدين أبو عرفة والشيخ محمود، بعدين عرفت أنه نزل فيديو وسماني نزل فيديو كان يتكلم يقول لا وهذين أهل ضلال، لا تسمعون لهم، الحائض تقضي، ما عنده أي دليل. هو رجل متمكن من الأحاديث، طالبنا بدليل واحد ما قدر يجي دليل واحد أن النبي أمر أن الحائض تقضي الصيام، ما جاء أي دليل. آخر شيء لما سوى الطبعة الجديدة من الكتاب قام حط الحديث هذا في باب أن الحائض تقضي، شو كان دليله؟ روح أقرأ في الشرح، هو بنفسه حاط الحديث وحاط الشرح، دليله قاله الترمذي، قاله أبو فلان، قاله أبو فلان من علماء الحديث، وأن هذا العمل اللي كان عليه أهل المدينة الصحابة وكذا وكذا. يا سلام يا شيخ، شو اللي صار فيك؟ ما كنا حلوين، كان دليل القرآن والسنة فقط، ولا تفكر أنك أنت لأنك أنت شيخ ونحبك يعني خلاص ما برد عليك إذا أخطأ. لا يا شيخ، بيلزمك الجلد، أنت والسلفيين واحد، اللي يغلط ما نرحمه، حتى لو كان شيخ نحبه، الشيخ محمود نحبه واستفدنا منه كثير، لكن هذا لا يعني أننا نتبع في كل شيء حتى لو أخطأ. الحق عندنا حق ويتبع، أخطأ الشيخ محمود نقول عنه أخطأ، واليوم بعد حتى ناشر في الجروب قايل لكم شوفوا هذا شرح الشيخ محمود، المسألة من المسائل أخطأ فيها للأسف، مش معناه أن شيخنا ومتعلم منه خلاص أي شيء يقول الحمد لله ورايا، أخطأ فيها. وايد من الطلاب حتى لا مو على السالفة هذه، لا مو أن حط هذا الباب
الحافظ ما تقضي، كيف تقول الحافظ تقضي وتحط حديث عائشة؟ هذا مو دليل، ما في أي دليل من حديث عائشة يثبت أن إفطارها في رمضان كان بسبب الحيض، ما في. الاحتمالات مفتوحة، قد يكون بسبب الحيض، قد يكون بسبب المرض، قد يكون بسبب السفر، قد تكون لها أعذار أخرى ما قدرت ولا شيء ثاني، أنا ما أعرف ولا أنت تعرف ولا أحد فينا يقدر يجزم بشيء. تجي وتجزم أنه كان بسبب الحيض بدون دليل؟ لا يا أخي، لا يا أخي، لا يا أخي، عفوا عفوا، نحبك تمام، بس الخطأ خطأ، نقول لك أنت أخطأت، أنت أخطأت، هذا مردود عليك، ما في أي دليل عليه. الشيخ خالد الحايك أرسل لكم حتى الرابط مع الكلام، قال في مقال طويل كل الأحاديث التي وردت تلزم المرأة بإفطار ما بصيام ما أفطرته في رمضان بسبب الحيض كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، ولكن على هذا أجمع المسلمون، أجمع العلماء على أنها تقضي. هذه الشغلة اللي الكريهة فعلا، أن تدخلون دينكم رؤوس الناس والعلماء هم اللي يقررون، هم اللي يشرعون، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ الإجماع صار مصدر عندكم من مصادر التشريع؟ شو القيمة اللي عندكم للحديث؟ ليش أنت قاعد تعذب نفسك وتحقق في الأحاديث إذا عندك مصدر جاهز وحلو اسمه الإجماع؟ هو إذا في شيء ما لقيته في الحديث ما يهمك، عندك متسع في دينك طالما عندك إجماع، ما لقيت حكم في القرآن والسنة روح حق الإجماع، بتلاقي كل شيء تبغيه هناك. ذيك الساعة ما في قيمة القرآن والسنة عندك، خليت الناس مستواهم نفس مستوى الرسول عليه الصلاة والسلام، نفس مستوى القرآن، ما عندنا مصدر لديننا يحكمنا إلا الله بالوحي فقط، فقط الوحي بقسمه طبعا، القرآن والسنة صحيحة، غير كذي ما في، ما في أبدا. كم مرة نعيد؟ قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تحيد عن القاعدة هذه يا مسلم. رسلا مبشرين ومنذرين، رسل الله يتكلم عن الرسل مو عن الإجماع والشيوخ والعلماء، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى الموضوع، لا تسوي عمرك من فرنسا يعني ما تفهم شو الكلام، واضح الكلام من غير تفسير واضح، لا تستهبل، الكلام واضح، ما في عليك حجة بعد الرسل. لما بيجمعنا يا رب العالمين بيسألنا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ما بيقول لنا ماذا أجبتم العلماء، أبدا أبدا أبدا، ما في شيء يسمع عندنا في الدين إجماع، هذه ترهات خبث، هذا خبث، الإجماع هذا خبث، دائما الكثرة خبث. تكلمنا مرة قبل عن الخبث وعن ولا يستوي الخبيث والطيب، اسمع، ولو أعجبك كثرة الخبيث، دائما الكثرة خبث ويعجب الناس، هذه طبيعة الكثرة. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، أعجبك يعني الكثرة دائما تعجب الناس. لما تقول لي إجماع هذه تخوف الناس، حتى العلماء كلهم قالوا، أنت مين حتى تفتر عنهم وتنأى عنهم وتشث فيشار إليك بالبنان هذا المخالف، تخويف. هي طبيعة الإنسان أصلا تميل إلى العقل الجمعي، شو العقل الجمعي؟ تشوف الناس شو يسوون أسوي مثلهم، ما أبي أكون مخالف عنهم حتى لو ما أدري شو السالفة. سامعين قصة القرود اللي كانوا في القفص؟ قصة تحكي عن القرد، ما نبي نشحن في تفاصيل القصة هذه، لكن من طبيعة روح افتحوا اليوتيوب واكتبوا العقل الجمعي للإنسان، شوفوا التجارب اللي يسووها الإنسان، من طبيعته من غير ما أحد يملي عليه يروح يتبع الناس، هذه طبيعته، طبيعته كذي. فكأن الله يبي يفتننا بتمشي ورا الناس، يعني من التجارب اللي سووها، يا أبو أسانسير مصعد لحطوا فيه 5-6 أشخاص كلهم ظهورهم للباب متوجهين لظهر المصعد، يعني أنت من تفتح المصعد أنت تشوف ظهورهم، ما تشوفهم قاعدين يشوفونك، معطينك ظهرهم، فأنت تدخل معهم في مكان لشخص واحد. طبعا هذه التجربة على هالناس عشوائي، يعني أي واحد يجي يفتح المصعد يفتح له راح يلاقي فيه الناس اللي داخل المصعد كلهم ظهورهم للباب ومتوجهين للخلف، يعني واقفين بالعكس، هذه عكس العادة. في العادة لما تدخل المصعد تعدل من
من وجهتك وتخلي وجهك باتجاه الباب بحيث أنه إذا فتح الباب تطلع مباشرة تمشي قدام. فهم جابوا أشخاص لا ظهورهم للباب وفتح المصعد على هذا الرجل اللي بيختبرونه طبعاً من غير ما يخبرون أنه في اختبار أنه في كذا لا عشوائي واحد دق المصعد فتح المصعد قدامه نزل المصعد فتح قدامه شاف الناس كلهم معطينهم ظهورهم قام ودخل معاهم ومستغرب طبعاً هو عدل نفسه أول شيء لكن حس عمره غريب يحس نفسه هو واقف غير عنهم كلهم كلهم ظهورهم للباب ولا وجهي للباب ليش فقام يقوم يعدل نفسه يوقف معهم يعني يسوي الغلطة اللي هم سووه نفس الغلطة بدون أي سبب من غير ما أحد يكلم بس كذي هذا يسمونه الوعي الجمعي الإنسان يميل أنه يكون مع الناس حشرا مع الناس يعني ما يبي يكون جوحة ما تسمعون المثل اللي يقول الموت مع الجماعة رحمة ويقول في مثل ثاني بعد يقول لك الجنة من غير ناس ما تنداس طبيعة البشر إن يكونون مع بعض دائما هذه يحبون يسوونها دائما حتى أن الله مرة قال للكفار أن لا تفكرون أن اجتماعكم في النار راح ينفعكم يعني هو الكافر يظن أن لو دخل النار بروحه بيتعذب بيكون عذاب شديد عليه لكن لو دخل معه كل الكفار بيهون عليه فالله قال له ما ينفعك قل ولن ينفعكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون لأنه هو يظن أن الاشتراك في العذاب قد ينفع فالله يقول له ولن ينفعكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون تجارب أخرى سووها كذلك بتلاقونها كلها على اليوتيوب تجارب قديمة وجديدة كلها تخبرك أن الإنسان من غير ما أحد يملي عليه شيء من غير ما أحد يأمره إذا شاف الناس يسوون شيء يقوم يسوي مثلهم هذه طبيعته والشيطان استغلها في الدين قام دخلها باسم الإجماع لأنه يدري أن كلمة الإجماع مخيفة تخوف الناس أن الإنسان ما يبغي يشوف نفسه شاذ عن الجماعة شاذ عن الكل لكن لا أعلم أنت أن الحق ولو كنت وحدك أنت على الحق المهم أنك تكون على الحق ولو كنت وحدك أنت مش مرتبط بالناس اللي حولك أبدا الله ما بيلومك ليش أنت مش معاهم ولا بيسألك ليش أنت خالفتهم بيسألك خالفته ولا اتبعته بيشوفك خالفته ولا اتبعته هنا فتنتك الفتنة وين تتحقق لما يكون في تناقض بين اللي في نفسك بين اللي أنت متعود الله خلقك على خلقة معينة تشتهي أمور يمنعك عنها هل تتحقق الفتنة؟ أنت تحب الزنا، أنت تحب الخمر، أنت تحب الإكثار من الفلوس عن طريق الربا والسرقة وغيرها. الله أنهاك عن هذه الأمور. أنت شهواتك من داخلك تشتهيها، أنت تبغيها. إذا أنت أصلاً كنت تكرهها من الأصل، الله ما بينهاك. يعني شو الفائدة ينهاك عن شيء أنت أصلاً ما تبغي؟ لو ما نهاك ما بتسوي. فبالتالي حتى لو نهاك ما بتسوي لأن أنت أصلاً ما تحبه. لكن ينهاك عن أشياء هو زارع فيك حبها الله زارع فينا حب الفلوس والحريم والخيل والحرث وزين للناس يحبوا الشهوات شهوة شوف من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخر الآية آخر شيء قال لك ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أنت مزين فيك أنك أنت تحب هاي الأمور شهوة فيك وفي مكان آخر الله قال لك ترى اعلموا أنما أموالكم وأولادكم ترى لما قال لك أموالكم هي نفس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فلوس والأولاد ما هو قال لك زوين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين قال لك بعدين في آيات أخرى اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وين تقع الفتنة في أشياء أنت تحبها والله يقول لك لا تكثر منها احذر ترى بتنزلك بيعلك قلبك في الدنيا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حياتك الحقيقية مش في الدنيا ركز على الآخرة الدنيا لعب وله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد نحب التكاثر نحب الجمع والله قال ألهاكم التكاثر متى تتحقق الفتنة لما يكون في تناقض بين الأشياء اللي في داخلك تشتهيها والله يأمرك بعكسها يأمرك بضدها الحين حتى في العكس لما تشوف العكس تلاقي بالنقيض نفس الشيء العبادات مكروهة على الأنفس النبي لما تكلم عن الخيرات والعبادات والطاعات شو قال حفت الجنة بالمكاره
وحفت النار بالشهوات، بتسوي الشهوات بتدخل النار، بتسوي المكاره أشياء تكرهها ما تحبها، بتدش الجنة. ما في مصير أنك تدش الجنة إلا عن طريق هذه الحواف. هاي لما يقول لك حفت الجنة، هذه حواف، ما تقدر تدخل الجنة إلا تعدي هذه الحواف. شو هي الحواف؟ مكاره، الصلاة من المكاره، إسباغ الوضوء من المكاره، القيام من المكاره، الصدقة من المكاره، الصيام من المكاره، كل العبادات من المكاره، القتال كذلك. قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والله يعاقبك بالصيام أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. حد يعاقبك بشيء أنت تحبه ولا شيء أنت تكرهه أصلا وثقيل على الأنفس؟ الله يعاقبك بالصيام، لأن الصيام من العبادات المكروهة للأنفس. لكن إذا صمت لك الجنة، إذا صمت تدخل ما بالريان، إذا صمت لك الأجر كبير. فالله يأمرك بأشياء أنت تكرهها في نفسك. مين اللي زرع فيك كره هذه الأمور؟ مش من نفسك أنت، مو أنت ما خلقت نفسك، الله اللي خلقك. الله زرع فيك حب هاي الأمور وكره تلك الأمور وأعطاك النقيض. هاي الأمور اللي تكرهها أمرك بها، وتلك الأمور التي تشتهيها نهاك عنها. هنا تتحقق الفتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. احنا في فتنة طول ما نحن عايشين. انت من تقوم من 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 رقادك، من تفتح عينك، انت في فتنة. ليه ما تغمض عينك بترقد؟ حتى وانت في نومك قد تجيك الفتنة على شكل رؤى واحلام. نحن في فتنة، ليه ما نموت؟ حياتنا هذه كلها في فتنة على فتنة. لا تفكر انك انت تسوي شيء مرتاح. الفتنة بتيك خاصة في أماكن اللي أنت متمكن فيها. الله ما بيفتنك بشغلة أنت تكرهها وأنت أصلا ما تروم عليها. يعني لا تفكر أن الله بيفتن الشيخ الكبير الشايب بامرأة جميلة، لكن بيفتن الشاب بامرأة جميلة. يعرف مكان من القوة في الشاب والغريزة اللي عنده والقوة الجنسية، بيفتنه بحرمة حلوة. شو بيسوي انت وانت شاب عندك فلوس وايد؟ الله يفتنك يعطيك يزيدك من الفلوس، شو بتسوي؟ بتستخدمها في الطاعة ولا بتلعب؟ بتسافر وبتسوي وبتسوي كل امور كثيرة. في كل شيء تجيك الفتن، في كل شيء تجيك الفتن. الفتن حواليك في كل مكان. الفتنة من 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 الفتن ان الكثرة تعجبك. الكثرة لا عند الشيخ عبد الله، وبنفس الوقت ابو يوسف، اعوذ بالله، وش جاري مساحه حضور. والله يا جماعه ارحموني يا جماعه، والله الخاص صراحه يعني مو معقوله. انا والله للامانه اول مره اعرف صراحه، لاني ما قد بحثت الموضوع، فمعليش يعني. نزل ابو عبد الله، نزل ابو عبد الله عشان يدري ان خافي قاعد يتكلم وما يدري. ايه خلني اطلع اجل. اللي عنده سؤال ابد يطلع المايك ويسال، وين مشكله؟ بالنسبة للشيخ صلاح أبو عرفة، يعني أنا مستغرب من كلامه. يوم ذكر شو اسمه اللي أرسلته أنت أبو يوسف، تكلم على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن في الصلاة ذا، وشنع على العلماء وشنع أن هذا حديث ضعيف وكذا. فسبحان الله كيف يرفض الآن ويقول على الإجماع؟ صراحة أبو عرفة يصحح أحاديث، ما أبغى أتكلم عن الموضوع تعرفونه، صحح أحاديث كثيرة فيه وهي ضعيفة ومليانة ضعف، صححها عشانها توافق هواه، توافق شيء يهدف له. وسبحان الله وبقى في حديث يراه هو يراه صحيح، بقى فيه ساعة كاملة في مقطع، ساعة كاملة عشان يضعفه، يحاول تضعيفه لأنه ما يوافق هواه. هو الحديث عن الاستعاذة من الشيطان قبل الصلاة.
يعني سبحان الله الحق حقه يتبع، والله حتى لو يوافق شهواتنا يوافق أفكارنا وهوانا لازم نخضع لله سبحانه وتعالى، نقول سمعنا وطعنا. هذا الإيمان الحقيقي، الإيمان مش تدخل رأيك، لا. حتى حديث عائشة رضي الله عنها قبل قليل، الحديث اللي تقول كنا يعني نقضي في شعبان، نقضي يكون علينا الصوم فلا استطيع قضاء إلا في شعبان. طيب السبب إيش؟ هل هي ذكرت السبب؟ إحنا ليش نحط نوايا؟ إحنا ليش ندخل دائما مثل تكلمنا سابقا في إدخال نوايانا في أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله؟ يعني نقول الله يقصد كذا، لا الرسول يقصد كذا، القصر في السفر لأنه عشان تعب وتخفيف من المدة. طيب الله سبحانه وتعالى ما قال، إحنا بديهيا في بالنا أن فعلا القصر الصلاة في السفر اختصارا للوقت والجهد والتعب، لكن ما لنا حق نتكلم حتى لو أن شيء أنت تشوفه واقعي وحقيقي، لا تدخل رأيك، لا تدخل ظنك أنه والله يقصد كذا. الله يقصد أن التعب، ما قال الله ولا رسوله أن نقضي مثلا أن نصوم أن نصلي القصر، أن نقصر الصلاة في السفر لأنه تعب ومشقة، ما قال الله تعب ولا مشقة، يعني أمر بالقصر قصر الصلاة وخلاص انتهينا. فلا تضع نوايا، هذه صدقة الله تصدق علينا فيها، صدقة سبحان الله من ربي سبحانه وتعالى. فالآن عائشة رضي الله عنها احنا ما نقول ولا نجزم أن سبب القضاء اللي هو مثلا الحيض، سبب القضاء في شعبان هو الحيض، قد تكون مسافرة مريضة الله أعلم. الأمر الآخر كنا نقضي الصوم، كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، الحديث بين أبو عبد الله أن فيه ضعف، فكيف تأخذ كيف تثبت حديث؟ أنت لو كلمك شخص من هذول الضعاف عن شيء يخصك أنت ويوافق هواك ممكن ترفض مباشرة، ترفض الحديث، لكن أنت هذا الشيء يوافق الهوى أو يوافق ما تربيت عليه تلقنت عليه طول عمرك والناس كلهم يسوون كذا، فأنت تلقائي كذا ما تبغى ما تتمنى أنك تصدق هذا الحديث. لكن هذه البينة، الرواة فيهم شخصين ضعاف مكذبين، فسمعنا وطعنا فقط. وبالنسبة للموضوع ترى يعني صدمة، ليش صدمة؟ لأنه مثل كروية الأرض، لما اكتشف الناس أنها مسطحة شيء طبيعي صدمة، لأن تربينا على دجل وعلى أشياء غير صحيحة، فأكيد صدمة. تفضل أبو عبد الله عندك. سامحوني قطع الصوت، أنا ما أدري عند وين قطع الصوت، بس كافي. شو كيف تقول آخر شيء؟ والله يا أبو غيث كنت تذكر الحديث أتوقع. أنا مثلك طلعت المساحة. إيه طلعت أنت وياك، وأنا ترى علق عندي ما أدري جاي شيخ المساحة كهربت. ترى طرت أنت ويوسف بنفس الوقت. أنا كنت أتكلم عن الإجماع وأنهم يخافون الناس بالإجماع. إيه هذه ذكرتها، اللي بعدها ما ذكرت شيء أتوقع. بعدين ترى خلاص طلعت. ما أدري شو صار. يلا ما عليه، ان شاء الله يجينا يوم نتكلم فيها ما التفصيل. يا جماعه والله مو معقول الكلام يا ابو غيث، الله المستعان. اللي يقول الصراحه ما اقتنعت كلامه غريب، واللي يقول ببعث، واللي يقول يا اخي سالفه ان حقت حريم ما لك دخل يا ابو غيث. يعني سبحان الله الناس الا والا، يعني طيب الصلاه ليش ما تنقضي مثلا؟ نحن ما علينا نقنع الناس يا نواف، نحن ما علينا نقنع الناس، نحن نقول الحق. صحيح. من شاء ترك انت بكيفك يعني. هذه اللي تبي تقضي اصلي براحتك، لان حد يعني لزمك قال لك لا تقضي غصبا عن سؤالي، تبي تقضي نفسك تقضي. سويها جبل بعد. احنا ما نلزم، لا المشكله يغضبون يعني منا يعني. ما نلزم ان ايش كان المقصود من قول عائشه رضي الله عنها، بس في شخص هنا يقول او في بنت تقول انه عائشه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان ناخذ الدين نصف دينكم من السيده عائشه، هل هذا صحيح؟ انا اول مره اسمعها. نصف دينكم؟ لا مو صحيح، هذا مو صحيح. حلو.
زايد يا مرحبا منور يا شيخ تفضل. السلام عليكم. سلام الرحمة يا هلا. شلونكم كلكم؟ بخير دامك بخير. حياكم الله وسهلا. هلا هلا وسهلا. الله يحييك. طيب إذا أبي أسأل أي شخص سلفي وأقول له الحين هو يأخذ القياس كمصدر تشريع صح؟ صحيح. طيب لو نبي نقول له أيهما أعظم الصلاة ولا الصيام؟ عمود الدين بيقول لك. يقول الصلاة. طيب كيف الصلاة لا تقضيها الحائض والصيام تقضيها الحائض بفهمك أنت؟ ولا تنسى الحديث الضعيف اللي العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا بالصلاة مو بالصوم تخيل. لكن أنا يعني أشوف إنه في تناقض كثيرة أشياء يعني مصادر التشريع وفهمه وأخذه بالأحاديث الضعيفة ولما يأخذ بالأحاديث الضعيفة يشوف في تناقض يقع أنه بمسألة أخرى اللي هي الناسخ والمنسوخ فيقع من طامة إلى طامة أكبر منها. يعني مثل الحديث لا عدوى لأنما الرسول عليه السلام قال لا عدوى لم يأخذ بالحديث ما أقول كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولما خالفه وقع بخطأ أكبر اللي هو التباعد في الصلاة. ليش سوى تباعد في الصلاة؟ لأنه توجد عدوى فيقع من طامة إلى طامة أخرى ويقع من مخالفة إلى مخالفة أخرى. بالنسبة لموضوع المساحة سبحان الله يعني يمكن بهذا اليوم مثل هذا اليوم السنة الماضية العالم الإسلامي دخل شهر شعبان خطأ وصرح بهذا الشيء واحد عالم فلك كويتي أعتقد أنه كويتي اسمه عادل السعدون دخلوا شعبان فلكيا ولما وصلوا رمضان أو قبل لا يدخل رمضان حذفوا يوم يوم 28 أو يوم 27 احذفوه يعني احذفوه عينك يعني بكل وقاحة احذفوه يوم حتى يغطون الخطأ اللي وقعوا فيه. نسي هذا نسي صغير. ايه نسي كيوت مثل ما عندهم شرك أكبر وشرك صغير صغيرون. ايه نسي أصغر. ايه ف ليش احذفوها ما لهم حل الا يحذفون هذا اليوم لانه راح يصير الشهر 31 وما طلع الهلال ما ظهر الهلال فما يدرون شو يسووا. يعني الحين هم اعلنوا شفت انا بتغريدات بتويتر قالوا انه لم يظهر الهلال وغدا هو المتمم لشهر رجب. طيب حنا نعرف انه مستحيل يظهر الهلال غدا والله اعلم. يعني هذا ممكن لا يا ابو زايد ترى لو جاء العصر او قبل المغرب ترى يكون مر تقريبا 60 ساعة اللي هو يومين ونص على المحاق ان نقول ممكن وان شاء الله ممكن انه يطلع ما تدري. لا ان شاء الله ما يطلع. انا ودي انه نفسه بغيت ما تبي ابغى مشاكل يا ابو منير بغيت ما يبونه يطلع. لا والله ان شاء الله انه ما يطلع ان شاء الله يحسبون 32 يوم وما يطلع حتى الناس شويه تنتبه حتى الناس شويه والله على ناس. والله قاطعك وانا اخوك على اساس انه مهم همهم الهلال والله هذا يعدي 5 ايام ما همهم يا رجال بيدخل والله يعقب شر على قولك بالبوليفارد. اي والله فعلا محصلين يعني بهم اهم شيء عندي اروح البوليفارد والوترلاند خلاص ما اخذ راحتي. ترى هم تدري على شنو يمشون يعني تقويم ام القرى يمكن انتم تعرفون اكثر مني تقويم ام القرى يعني بقاعده يمشون عليها انه اذا غابت الشمس قبل الهلال بدقيقه واحده يعتبرها هذا يعني دخول الشهر يعني مو شرط انه يرى هذا بالحساب الفلكي تقويم ام القرى انه اذا تاخر الهلال وغاب بعد غياب الشمس بدقيقه
فخلاص باعتبار انه الشهر دخل، وانتم تدرون يمكن 40 دقيقة يمكن الهلال يلا يرى بعد غياب الشمس تقريبا، او 30 دقيقة حسب ما اتوقع. فبكرة ان شاء الله ما راح نشوف الهلال، وبعد بكرة يمكن نشوفه يمكن ما نشوفه. طيب ايش رايكم الالوان كذا يتغير، يعني نكتب من الرابط المشترك او الرابط العجيب بين السلفي والفلكي؟ المشكله في الان يعني بعض المشايخ خذوا اغلب الحديث الضعيفه، يعني خذ حديث ضعيف وليش قوه او جعله صحيح، يقول لوجود حديث مشابه له. كيف؟ مجرد عشان في تشابه في الضعاف صار صحيح؟ بعضهم ترى يعني تقول بما انه ما يخالف القرآن يقول لك انا اخذ مو لازم انه يعني هو ضعيف حسن، اهم شيء انه ما يخالف القرآن. يتنقى عرفت؟ نواف اذا تغير عنوان المساحه يعني يفضل، يعني بما انه انفتح مثلا انفتحت سالفه الاجماع اذا بغيت عندها وقت ويحاول تحول العنوان الى يعني الحديث عن الاجماع بالتفصيل ان شاء الله. اذا ترى مو اليوم كله وقت ثاني ان شاء الله بنتكلم عن التفصيل تمام. ادلتهم يبغينا نناقشهم ونردها بادله مو بمجرد انا ما عجبنا دليلكم في الموضوع، نبي نبطلها لهم يعني نحقها فعلا. انت ما عندك مشكله مسجله ان شاء الله باذن الله الايام القادمه. اي اجماع نص المسائل الفقهيه اول جمله تقراها اختلف العلماء في ذلك، ولكن لازم تقراها اختلف العلماء في ذلك ولكن. جميل. طيب بما قبل تغيير على المساحه في امر انا بقوله هنا بالنسبه الى مثلا اللي هو تكلمت عنه وكان ودي اعلق عليه لكن نسيت، اللي هو مثلا الشخص انه يصوم احتياطا، يعني يقول طيب عادي نصوم معهم بحيث انه يعني ما نفوت رمضان لان ما شفت الهلال لكن دخل رمضان. فبأذكر آية هنا كريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، دقيقة بس طلع الآية. وكلوا واشربوا حتى يتبين، طبعا الآية هذه تتكلم عن الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إلى آخر الآية. الشاهد من كلمة حتى يتبين هنا التبين يعني أن تكون على أمر واضح وليس هناك مرية أو شك، يعني إن شككت أو هناك شك فلا يعني لم ترى الفجر وشاك أن هل هذا الفجر أم هذا يعني زراب المدينة إلى 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 آخره. لا تمسك حتى ترى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا الأمر يعني أيضا في بقية أمر الدين يجب أن تكون على بينة. إن رأيت الهلال فادخل الشهر، لم تره وغم عليك فاكمل عدة 30. هذا يعني باختصار، صلى الله عليه وسلم على رسول الله. بعد إذا بغيت تغير نواف العنوان ما عندك مشكلة. يعطيك العافية. طيب خلنا نشوف تبيانا لكل شيء. أنا موضوع عن اختلاف العلماء ومسألة اسمه مسألة أخذها عند الفلك و